وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. مساء الخير سعادة الوزير، كيف للبرنامج الوطني للتوظيف أن يزيد من فرص العمل اللائقة والمناسبة للمواطنين، وأيضا يكفل تأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل؟ مساء الخير وشكرا على هذا التقرير الجيد. حقيقة أولا أحب أن أعرب عن سعادتي الشخصية وشكري وامتناني لحضرة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إطلاق هذا المشروع اليوم، وهو تتويج الحقيقة لاهتمامهم المستمر في توفير فرصة العمل الكريمة والمناسبة للمواطنين. اليوم هذا المشروع يضم مجموعة من المبادرات الجديدة والداعمة للجهود والمكاسب المتحققة في السابق. عملية تطوير وسائل التوظيف ووسائل إيجاد الوظائف المناسبة للمواطنين مبادرات مستمرة ويجب أن تستمر لدعم المواطن والوفاء بمتطلبات دمجه في سوق العمل. تلاحظوا من خلال التقرير المعروض بأن أولى المبادرات هي تشجيع المواطن وتوعيته بأهمية التسجيل. التسجيل سوف يوفر للمواطن مجموعة من المزايا، أولها ذكرته عن التأمين ضد التعطل، تم زيادة مقدار التأمين ضد التعطل من 150 إلى 200 بالنسبة للجامعي، من 120 إلى 150 الحد الأدنى الأقصى للمفصول، من 500 إلى 1000 دينار بالنسبة للرواتب المرتفعة. كل هذا لتشجيع الباحث عن عمل للتسجيل والاستفادة من هذه المزايا، وأيضا منح فترة يعني تقيه من العوز والحاجة أثناء فترة التعطل، ويتفاعل أكثر مع النظام. أيضا عندك البرامج التدريبية متطورة جدا اللي راح يحصل عليها بعد التسجيل، فرص العمل، صاحب العمل راح يحصل على دعم كبير للراتب البحريني مما يحقق له الأفضلية في سوق العمل. هذه المزايا والمكاسب يجب أن يحرص عليها المواطن ويتقدم بالتسجيل، يعني في بالنسبة للأشخاص الذين لم يتقدموا للتسجيل بعد عليهم أن يكسبوا هذه الفرصة ويتمتعوا بهذه المزايا الجيدة. نعم سعادة الوزير، بالفعل هي فرصة جيدة. ما هي المبادرة التي ستقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار البرنامج؟ أنتم تحدثتم سعادة الوزير عن البرنامج ومبادراته الأربع، ونتحدث الآن عن الامتيازات التي سيستفيد منها العاطل عند تسجيله في الوزارة، وهو ما حرصتم على تبيانه من خلال إجابتكم على السؤال الماضي بضرورة تسجيل العاطلين والباحثين عن فرص العمل في هذا البرنامج. أكثر من 500 برنامج تدريبي متاح للمواطن البحريني مجانا. نعم. الكفاءة والمهارة والقدرة هي سلاح المواطن لدخول سوق العمل، وهي متاحة بشكل متطور لكل باحث عن عمل. اثنين، يعني فرص العمل اللي راح تهيئ له، عندنا فريق كبير للتسويق، عندنا بنك شواغر راح يضم كثير من المهن اللي راح تعرض على أصحاب الباحثين عن عمل عند تقدمهم. سمعت الأخ الدكتور إبراهيم جناحي من تمكين لما شرح وقال إن هيئة تمكين قاعدة تعيد هيكلة الدعم الخاص بالبحرينيين بحيث إن تعرضه في حلة جديدة خلال فترة قادمة، ويكون أيضا داعم ومحفز للباحثين عن عمل بحيث إن يمنحون دعم في الرواتب تجعلهم يعني فعلا مفضلين في سوق العمل، وتكلفتهم أقل من تكلفة العمالة الأجنبية. فهذا يعني كثير من المبادرات اللي تم دراستها
لكي تجعل أفضلية للعامل أو الموظف البحريني. نعم. نعم. سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.